النهارده الناس اللي بتقول لك ما قلنا لك نقفل، ما قلنا لك نقعد، ما قلنا، دلوقتي انتوا جايين تقولوا لنا نقعد، احنا كان راينا من الاول انه كده كفايه كده قليل، ترد عليهم تقول لهم ايه؟ لا، احنا القرارات المرتبطه بالتعليم ومرتبطه بالصحه بتعمل بشكل مؤسسي علمي، ما فيهوش قلنا لك وقلت لك. احنا خلصنا العام الدراسي، العام الدراسي منهجيا خلص في اخر ابريل، والاهم من كده المصادر التعلم اللي هي قنوات التلفزيونيه اللي بنعملها يوميا هتظل مستمره، هي والمنصات كلها بيزداد اللي موجود عليها لحد اخر طالب ما يخلص هذا العام الدراسي. يعني الحصص والمراجعات بتاعت الاعداديه والثانويه شغاله زي ما هي، حتى بتاعت سنوات النقل اللي هتخلص يوم الخميس. اي ولي امر عاوز ابنه يستزيد من الجزء اللي مش هيكمله في منهج مايو اللي هو حوالي اسبوعين هيلاقيه برضه على القنوات دي. فاحنا اكاديميا مصر استكملت العام الدراسي بالكامل، وده كان هدفنا. المطالبات اللي حضرتك بتقول عليها يا عمرو دي كانت في يناير اللي فات على فكره. يعني الناس دي كانت عاوزه تلغي السنه من يناير. لا، احنا مشينا السنه ومشينا التقييم وخلصنا المناهج، وبقى عندنا نمره ترم اول لمصر كلها، وعملنا امتحان للاعداديه، وكمان بنعمل 3 امتحانات للثانويه العامه وتجريبيه، ولسه الامتحانات اللي بعد كده الحقيقيه. فلسه قدامنا السنه، بالنسبه لنا احنا ما خلصتش خالص، احنا بس سنوات النقل بعيدا عن الشهادات استكملت الجزء الاعظم من المنهج والتقييم اللي على اساسه نقدر نقول كده احنا مطمئنين انهم يطلعوا العام اللي بعده. الاعداديه مستمره، هتبقى امتحاناتها في يونيو ان شاء الله في المديريات، والثانويه العامه في امتحان تجريبي في مايو، وفي امتحان محاكاه كامله في يونيو، وبعدين امتحان الثانويه العامه اللي هو في يوليو واغسطس. فلسه قدامنا مشوار طويل، ما بس وفرنا على الملايين عبء اكبر من يعني كده. يعني المشوار اللي باقي ده فيه 3 مليون على الاقل مش كده؟ طبعا في 2 مليون في الاعداديه، وفي حوالي 700 الف في التعليم العام في الثانويه العامه، وزيهم في الفني، فقول 3.5 مليون. فلسه يعني وزاره التربيه والتعليم قدامها يعني مشوار طويل. طيب